أوريكم أكثر الطيور شعبية. أول شيء الكاسكو الأفريقي، يجي بعد الأمازوني، هذا الدرجة الثالثة يول كراون، بعدين يجون الاثنين هذولي، المكاو بلو أند جولد والكوكاتو والإمبريلا. هذه تقريبا أكثر الطيور شعبية واللي تمشي في السوق، اللي عليها طلب كثير. خليكم حلو، خليكم حلوين. وبنجي للأسعار، طبعا الأسعار هذا من 3000 وطالع، هذا من 3500 وطالع، هذا من 8 إلى 12، وهذا كذلك من 8000 إلى 10. وبنجي للأسعار، طبعا الأسعار هذا من 3000 وطالع، هذا من 3500 وطالع، هذا من 8 إلى 12، وهذا كذلك من 8000 إلى 10. أكثر كلام للحفظ الكاسكو، بعده يجي الأمازوني، بعده يجي المكاو، بعده يجي تعال تعال الحلو هذا.